لا داعي للهلع، عبارة أصبحت تستخدم ولو على سبيل الدعابة في لبنان. فيروس الكورونا وكيفية الوقاية منه يتحول إلى أولوية لدى السلطات كافة. فبعد إعلان وزارة الصحة عن حالة رابعة أصيبت بالكورونا، يدرس الأطباء كيفية إصابتها إذا كانت وافدة من الخارج أو عدوى من الداخل. دكتور محمود حسون يتحدث للأوتيفي عن الحالات الأربعة التي تعالج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. في أول حالتين، هن الحالتين اللبنانيتين الموجودين عندنا، هن حالتهم كثير مستقرة. بدنا نعرف شغلة كثير مهمة، أنه الحالة الغير دقيقة هي الحالة التبعية الإيرانية. الحالة غير دقيقة لأسباب عديدة. أول شيء بدنا نعرف أنه الحال العمر للمريض كثير كبير، تقريبا حوالي 80 سنة، بيعاني من مشاكل صحية مزمنة ومتقدمة، من الضغط، السكري، القلب، مشاكل بالكلاوي، بالإضافة إلى أمراض تانية كمان متقدمة للأسف. مشان هيك الحالة غير مستقرة. كمان بتحب طمن انه الحاله الرابعه، المريض اللي حضرتك عم تحكي عنه حالته كتير منيحه ومستقره وما في اي مشكله. لكن كنت عم بتقلي انه اخر حاله هي هلا بهذه الاثناء، انتم عم بتشوفوا عم تراقبوها انه من وين جاي وكيف انعدت، صح؟ نعم صحيح. بعد ما تحدد هذا الموضوع لنعرف اذا هي حاله وافده ولا حاله موجوده بلبنان. لا، بعد هذا الموضوع ما تحدد، لانه الشخص هو مش من التابعيه، مش من اللبنانيين، سو مشان هيك بدنا نشوف نحن هذا الشخص من وين اجى، من وين راح، وين فات، شو هن الكونتاكتس اللي كانوا معه، مين بكين، مين الاشخاص اللي حواليه، يمكن الاشخاص اللي حواليه كانوا هن موجودين بمناطق موضوعه. صراحه هذا الموضوع عم بتابعه وزاره الصحه. وبعد قرار وزير التربية إقفال المدارس لمدة أسبوع، أعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيان لها الالتزام بقرار وزير التربية وتعليق الدروس حتى مساء الأحد الواقع في 8 آذار 2020، والطلب من منسقي المواد ومنسقاتها ومن أفراد الهيئة التعليمية إعداد برنامج طوارئ للتعويض عن هذا التعطيل القسري تفاديا لضياع العام الدراسي. وزير الصحة من جهته أعلن في بيان عن إقفال دور الحضانة أيضا ابتداء من صباح اليوم السبت إلى مساء الأحد في 8 آذار المقبل. هيلتا خوري مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية تشرح ملابسات قرار الوزير بإقفال المدارس. هون بأكد أنه احترازيا ما عندنا ولا حالة بمدرسة ولا شكي لحد هلأ ولا حالة. بهيدي الجمعة منكون عرفنا المستجدات، شفنا الحالة الرابعة وين التراس تبعولا، من شاف منكون عرفنا التفاصيل أكثر عن كل الحالات، ومنكون كمان جهزنا المدارس لإعادة استقبال التلاميذ. من بياخد قرار الإعادة هي التنسيق دائم بين وزارة التربية وزارة الصحة وباقي الوزارات واللجنة المشكلة بدول عند مجلس الوزراء بخصوص الكورونا، يعني هو التضامن بين الكل. سونيا نجم مسؤولة الصحة المدرسية في وزارة التربية تشرح الإجراءات المتبعة في المدارس للوقاية. في إجراءات وقائية عم تاخدها وزارة التربية بالتعاون مع كل العاملين ضمن نطاق المدرسة، من بينهم المرشد الصحي كمان، يلي هي عم يصير في حملات توعية للتلاميذ عن طرق الحماية والوقاية من انتقال العدوى وحصرها، من خلال التنظيف اليومي وتعقيم يومي للبيئة المدرسية، بالإضافة لغسل اليدين المتكرر، وإذا كان حدا عنده مؤشرات مرضية يكون يبقى ببيته لبين ما صح. مسؤولية المدرسة أكيد هي مسؤولة عن تنظيف الأوتوكارات اللي تابعة لها للحد من انتشار الوباء. والباصات العامة يعني واللي هي تستخدم أيضا بباصات لطلاب المدارس الرسمية. نعم، هون بده يكون في قرار على مستوى كل الوزارات المعنية ياخذوا القرار اللازم بالنسبة لهول الباصات. الإجراءات الاحترازية المتخذة هذه، هل تنسحب على المطاعم تلك التي تقدم الأرجيلة؟ هلا أنت عم تقلي حضرتك إنه عم بتم تنظيف كل الأرجيل بين زبون وزبون؟ طبعا أكيد. هو كل حضرتك لحظة استاذ عارف، استاذ عارف انت عن جد يعني نحن على الهوى واللبناني عم انت فعلا مسؤول عن هذا الكلام؟ اكيد. استنفار عام اذا لاحتواء الفيروس الخطر على كبار السن وعلى من يعانون من نقص في المناعة، والاهم هو التكافل الاجتماعي والوعي للحد من انتشاره.